هنعمل مية الرز. رغم إنها حاجة بسيطة غير مكلفة، إلا إن فوائدها للبشرة لا تقدر بثمن. دغني عن الكتير من الكلمات الغالية جدا. يلا بينا نشوف هنعمل. نص كوباية من الرز، كمية من المية، وبس كده. هنحط الرز في مصفى صغيرة، هنغسل الرز غسيل خفيف علشان ما نفقدش قدر كبير من المواد المفيدة اللي موجودة فيه. هنحط الرز في برطمان زجاجي نظيف، هنحط المية على الرز، وكل ما قللنا كمية المية هتكون مركزة أكتر وفوائدها هتكون أحسن. ليه هنستخدم مية الرز؟ لأن مية الرز غنية جداً بالأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لصحة البشرة، وغنية جداً بالفيتامينات، بالذات فيتامين E وC وD، ودول من أهم 3 فيتامينات للبشرة. برضو مية الرز غنية جداً بالمعادن المهمة لصحة البشرة. هنغطي البرطمان وهنسيبه على الأقل 4 ساعات، ومن الأحسن نسيبه 24 ساعة كاملة الرز يكون منقوع في المية. هنصفي المية. كمان مية الرز فيها خصائص مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة. هتعمل إيه مية الرز في البشرة؟ هترطب البشرة، هتفتح البشرة وتوحد اللون وتزيل التصبغات، هتعالج الحروق الناتجة عن الشمس، هتزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة بسبب التقدم في السن، هتعالج الإكزيما والطفح الجلدي وقرص الناموس وحرقان الجلد، فهي مهدئ قوي جدا للبشرة. هتصغر مسامات الجلد وتشد البشرة وتعالج حب الشباب. هنحطها في زجاجة نظيفة أو في بخاخ، هنحتفظ بيها في التلاجة من 5 لـ7 أيام ونرجها كويس قبل الاستخدام. هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها عن طريق البخاخ أكتر من مرة في اليوم، حتى وإحنا خارجين ممكن ناخدها معنا ونستخدمها كسبري مولاج، أو هنستخدمها زي التونر عن طريق إن إحنا هنحط كمية من مية الرز على القطنة ونمسح بيها على الوجه والرقبة واليد. اوعي تفوتي على نفسك اشراقة وشك ونضارتك بأقل التكاليف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب لايك شير وانفعل الجرس. اشوفكم في الفيديو الجاي.